يا عم خدت من وقتي حوالي 3 4 دقايق وانشغلت واتحمست. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني. لسه انت اتحملتني، جت سنتين او ثلاثه. ماشي، اخبارك ايه؟ تحيات كابتن عادل وكابتن بلال وكابتن ماهر. تحياتي لضيوف حضرتك كلهم يا كابتن. صالح، ليا تصريح دلوقتي، ايا كانت القرارات في العوده او الاستمرار في التدريبات او الاتصالات اللي دايره ما بينك وما بين الجهاز الفني، لكن انا كنت معاك وعارف كويس قوي الامكانيات والقدرات اللي كانت قدامي وبشوفها، وكتير جدا بقول يا خساره لو ده كان موجود بشكل كبير مع النادي الاهلي في حاجات كتيره وفي بطولات كتيره وفي ماتشات كتيره. يا صالح، انت الوحيد اللي قادر تعمل كده، انت الوحيد اللي قادر مع نفسك، وقلت كمان من شويه انت اللي محتاج تغير كل الناس اللي حواليك من او الوشوش اللي حواليك يا صالح عشان توصل لحاجه. انا متاكد من القدرات اللي عندك وامكانياتك يا صالح، اتفضل. مظبوط يا كابتن، زي ما حضرتك اتكلمت وانت يعني يمكن انت كنت معايا من فتره جدا، لكن زي ما انا قلت قبل كده يا كابتن ان انا فعلا خلال الفتره اللي فاتت كان النادي الاهلي هو اللي محتاجني ومحتاج ان انا ابقى موجود مباريات وكل الكلام ده، لكن هي ظروف انا اتحطيت فيها فطلعت واتكلمت ان انا الفتره دي يا كابتن انا اللي محتاج النادي الاهلي تمام، وانا اللي محتاج ان الناس المسؤولين في النادي الاهلي تقف جنبي ومحتاج ان انا اخد فرصه تمام، لان انا من وجهه نظري يا كابتن ان انا شايف ان دي ممكن تبقى اخر فرصه ليا تمام. فطبعا زي ما انت حضرتك فعلا تبقى اخر فرصه، وفعلا انا خلال الفتره اللي فاتت كان لازم اتحط في موقف زي ما اتحطيت فيه خلال الفتره اللي فاتت عشان ارجع وعشان خاطر افوق باللي انا فيه وعشان خاطر ابقى عارف بعمل ايه كل الكلام ده. فده اللي انا قلته لحضرتك قبل كده ان انا فعلا يا كابتن فعلا كنت بمر بظروف حضرتك اعلم بيها طبعا، لكن الحمد لله الواحد دلوقتي تفرغ تماما تدريبات وان هو يبقى موجود، واتمنى فرصه في يناير في النادي الاهلي، لان انا متمسك لاخر لحظه ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي في منتهى الامانه. طيب ايا كان القرار، في اتصال مثلا يعني بتروح النادي، حد من الجهاز كلمك، حد متابع معاك؟ اتصال دايما يا كابتن مع الكابتن محمد، بكلمه كويس دايما ومتواصل معاه دايما، لكن خلال الفتره اللي فاتت هو طبعا ما كلمتوش خالص لان هو كان مشغول طبعا بالمباريات والسفر، وكان السيمي فاينل وبعد كده مباراه الترجي تمام، لكن ان شاء الله باذن الله ابقى متواجد في الثلاث في النادي ان شاء الله، هقعد معاه باذن الله وعشان هو يقول لنا احنا ايه اللي هيتم اللي هيحصل، فباذن الله ابقى موجود في النادي يوم الثلاث اول ما يرجعوا ان شاء الله. اه يعني انت هتقعد مع كابتن محمد يوسف يوم الثلاث ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طب الفتره اللي فاتت كلها مواظب على تدريبك بتتمرن يعني؟ مواظب طبعا على كويس. انتظار فرصه ان انا ابقى موجود في الملعب اظهر مره، ممكن ان انا النهارده فاهم ومتفاهم ان ممكن تيجي لي مكالمه من كابتن محمد يوسف من حد المسؤولين في النادي الاهلي بره تبقى موجود كل الكلام ده، فابقى جاهز بدنيا يبقى شكلي كويس معاهم كل الكلام ده انا كنت حاطه تحتك، فبتمرن بشكل جدي بتمرن خلال الفتره اللي فاتت كتير جدا وجاهز يعني حتى الناس في النادي الاهلي هتشوف الكلام ده. طيب انا وانا بتفرج دايما على اللاعب يعني في ساعات بتاخدك كده احساس حلو وجميل جدا وانت بتتفرج على التدريب، تعمل تلاقي واحد عمل حاجه غريبه قوي، تعمل حاجه عجيبه قوي. الحاجات دي كنت بشوفها في صالح، طبعا كنت بشوفها في نجوم مع في النادي الاهلي، لكن من الناس اللي بشوف فيها حاجات تمتعك وانت بتتفرج يعني. صالح جمعه، كل ده بيبني بيدي لك حاجه او بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا يا صالح، فخلي بالك، خلي بالك من نفسك وانت قادر ان شاء الله الرحمن ترجع نفسك يا صالح. ان شاء الله باذن الله، زي ما حضرتك بجد قدام حضرتك اتكلمت معايا ان الموهبه لوحدها مش كفايه، وزي ما حضرتك قلت لي قبل كده كنا رايحين معسكر واتكلمت معايا في نقطه ان حب الناس ده حاجه بتاعت ربنا ما تفقدهاش، ان في ناس يعني بتبقى عايزه تدفع فلوس كتيره جدا وبتعمل حاجات كبيره جدا وبتعمل قصص كبيره جدا عشان تكسب حاجه زي كده، فانت قلت لي ربنا مديك الحته دي ما تخسرهاش، ده اللي انا بحارب عليه. طيب اتفرجت على اللقاء امبارح يا صالح، شفته ازاي؟ تمنيت تكون موجود؟ كنت يعني اديني ايه اللي احساسك او شعورك؟ اتفرجت طبعا يا كابتن على مباراه امبارح ولكن طبعا يعني حزين على مباراه امبارح وحزين على الاداء وحزين على يعني انا توقعت ولعبنا مباريات كتيره جدا خسرناها هنا قدام الترجي في القاهره وكنا بنحقق نتائج سلبيه في القاهره كنا بنروح نكسب هناك، فما كنت يعني قلت اول مره نكسب في ترجي هنا في القاهره بنتيجه كويسه، اعتقد ان احنا يعني ضمننا البطوله بنسبه 90%، لكن فوجئت بالاداء فوجئت بالنتيجه يعني بمنتهى الامانه كابتن حزين على ضياع بطوله سهله زي دي، وتمنيت في نفس الوقت ان انا ابقى موجود، تمنيت ان انا مباراه زي دي ابقى موجود فيها، لكن طبعا لما كنت بشوف ان انا ببقى موجود وشفت ناس ثانيه يا كابتن حضرتك عارف ان هي كانت بعيده واحنا موجودين والنهارده هم اساسيين وبيلعبوا
نهائي البطوله تمام. هم اجتهدوا يا صالح، هم اجتهدوا وصبروا والتزموا وراحوا وجم. ده الدور بتاعك بقى انت. قلت من 6 شهور من 8 شهور كان في ناس بعيده جدا. النهارده سبحان الله 6 شهور في 8 شهور ناس اجتهدت فعلا اجتهدت. ممكن البعض ما يبقاش عنده الموهبه الكافيه لكن اجتهد عمل اللي عليه خد الاسباب، فربنا كرمه النهارده بيلعب نهائي افريقيا وموجود وانا قاعد بتفرج من بره. فكل الحاجات دي كابتن صدقني انا فاهمها كويس، كل الحاجات دي بتغير فيها حاجات كثيره. كل الحاجات دي كابتن بمنتهى الامانه يعني بتزعلني، ولكن انا باخدها بطريقه ايجابيه. ان بالعكس انت شفت ان الناس دي ممكن تبقى اقل منك موهبه لكن اكثر منك عطاء. طيب منك التزاما، فانت الموهبه لوحدها مش هتبقى موجوده. لكن فكرت في نفس الوقت ان انا بمنتهى الامانه كابتن لما ربنا بقى بيديك موهبه وزي وتعمل الناس تجتهد وتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب، اعتقد يعني كابتن يعني كنا جبنا البطوله دي بسهوله. طيب كفايه اللي راح منك يا صالح، كفايه اللي راح منك كاس عالم، كفايه اللي راح منك لعب اساسي ونجوميه في النادي الاهلي في السنين اللي فاتت. انا حاسس من نبره صوتك لاول مره احس ان نبره صوتك بنبره ايجابيه جدا 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 يا صالح. بالظبط كابتن، انا الفتره اللي فاتت بمنتهى الامانه عشان ما اطولش على حضرتك بمنتهى الامانه اتحطيت في مواقف كثيره جدا. المواقف دي انا خدتها بطريقه ايجابيه، مواقف الحمد لله انها حصلت خلال الفتره دي، الحمد لله انها حصلت في سن صغير تمام. وزي ما حضرتك انت عارف لما بتكلم وخلاص، وحضرتك عارف لما بتكلم وابقى واخد قرار، فبمنتهى الامانه بنتظر مش هقول لك فرصه لان انا خدتها كتير يا كابتن، بمنتهى الامانه انا بنتظر ربع فرصه بس يا كابتن. ربنا هو المطلع على نيتك ومدى جديتك يا صالح، فلو فيها جديه هيكتب لك ان شاء الرحمن باذن الله، وربنا ندعي لك كلنا ان يكتب لك النجاح باذن الله، ويكون قعدتك مع كابتن محمد يوسف او الجهاز الفني على حسب ما يقرر الجهاز الفني كاترون وكابتن محمد يوسف. وانا من ناحيتي هساعدك، انا هحاول اشيل يوم الخميس من النتيجه. يوم الخميس ده لو اتشال باذن الله هتبقى زي الفل يا صالح. شكرا حبيبي يا صالح، انت فكاهه. شكرا صالح، انا بحبه جدا والله جدا لانه جواه ابيض رغم ان مره